c'est monsieur Taurouli. Donc, vous avez un témoignage de 5 minutes. Et comme ça, on passe à la discussion avant de clôturer cette séance et pour vous inviter à une pause café que vous le mériterez. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ماذا أقول لكم؟ أهل الفضل أهل بكم، ربوعنا لكم، أحييتم آمالنا والمشرقات شموسكم، فهنيئا لنا بهذا اللقاء، ونشكر بالمناسبة الذين رفعوا هم تنظيمه من أجل مصلحة الآخرين. أحيي أخي وابني وصديقي الدولي، أحيي أخي وأستاذي لهيالي، أحيي الأسماء التي كانت تحوم حوله والطلبة الجليسين معنا من أجل مستقبل أفضل. إذن فلا أطيع عليكم كما قال الأخ وكما نبه بالسن وهو المسن. لهذا فارتضينا في أحضان هذا المشروع الوطني العالمي وهو مصلحة المسنين في جميع المستويات الصحية والجسمية والنفسية والوجدانية إلى غير ذلك. في إطار التشاركات مع الوزارة المختصة أو الوصية والتعاون الوطني وعدة مؤسسات حتى نندمج في إعلانات العمل الذي نقوم به. ثم كذلك وبدأنا بتنظيم ندوات ومحاضرات من أجل أن نصل إلى ثقافة المسن. إذا دورنا نحن كجمعية الآن وهي كيف أن المسن يعي دوره، يعي خصائص نموه، يعي احتياجاته، يعي قدراته، وكذلك المحيط في الأسر إلى غيره. لا أطيع عليكم إذن أهم شيء سوف أقرأ عليكم لأن حتى أضيف أن الجمعية آت على نفسها بعض الحجاجات على أن الرعاية يجب أن تستأنس الحاجات وكرامة هذا الإنسان الذي يعيش هذه المرحلة من السن. والعجيب إذا كنا نحن كمربين نهتم بالطفل وهو بعيد عن السن فنحن الآن نهتم بذاتنا كمسنين. المسنين يصنعون مصيرهم، يصنعون حاضرهم من أجل مستقبل أفضل، من أجل شيخوخة مريحة. لهذا ارتأينا نحن في الجمعية على أننا هذه الثقافة التي ينبغي أن نهتم بها مرتبطة باحتياجات. كيف نشبع احتياجات؟ احتياجات بدنية وجسدية، الاحتياجات الأمنية، الاحتياجات الاجتماعية، احترام الذات وتقدير الذات. إذن كما هو العنوان كما رأيتم أن هذا المسن أنه بين احترام ذاته وتقديرها والمجال الذي يعيش فيه إلى أنه يدعمه ويساعده على أن يحقق ذاته فعلا ويحترم ذاته. ثم كذلك رأينا أن هناك هذه المجالات تتمثل حسب رأينا في ثقافة المسن من ناحية السيكولوجية، هنالي وضعيته الجسمية، حالة النمو عنده أو ما يشبه بهذا أو بالانتكاس، المجال العمراني الذي يعيش به، ثم المؤسسات، ثم الخطاب الذي يرد الآن بالمجتمع. ولا أطيع عليكم في هذا المجال أنكم تعرفون هذا، بما أننا بدأنا نهتم في الجمعية على التحولات التي بدأت يعني وجس المتقاعد أو حتى من ناحية نفسية، من ناحية وجدانية، من ناحية عاطفية، من ناحية اجتماعية. ثم كذلك هناك النظرة التي تروج في المجتمع على المتقاعد، تعريف العمر الجمعي أدخل كثيرا مع طواعية أو قراية في نظر الشيخوخة حتى وإن كانوا أكثر عطاء من الشباب. يعني لا نميز اننا بين العطاء وبين العميل السني. وامامكم هذه المعلومات لا اطلع عليكم. كذلك هناك تساؤلات بدا يطرحها المشير عن ذاته. ماذا افعل
في السن من العمر ويبقى وانا اعيش 70 سنة على الاسرة. اذا ما هو دوري في المجتمع؟ نحاول ان نحل ان يصبح هذا المسن له دور اساسي في المجتمع. مش يس سيكون كيف يركض الى غير ذلك. ثم كذلك هذا هو في مقاصد. قرأت في احدى قراءاتي على المنظمة الدولية وخاصة المنظمة العالمية للصحة التي قالت بأن المدينة عليها أن تكون رفيقة المسن. إلى أن يحدي أن المدينة تشبع قيادة المسن وتسيره. مثلا هناك مراحل عامة للمسن، فهناك مقعد الجلوس والاستراحة، فهناك طرق آمنة، فهناك وجيات، فهناك وسائل نقل، فهناك مدارس حدائق غير مريحة. هناك حدائق مريحة يشعر فيها باللقاء مع أصدقائه ويكتسب أصدقاء جدد. ثم المجال العمراني وهذا بالمقاصد. شركات العقار هل نسمع أن هناك فرصة للمسن؟ أبدا. الأسرة فيها النعش، الضيوف، المطعم. أين هو المسن داخل التصميم العقاري في بيوتنا؟ هل المنزل في مناطق حاليا يستحضر المسن؟ كيف نجعل المسن صديقا للمسن؟ قرأت أخيرا مثلا في دول من دول الخليج وجود منازل تسمى منازل بدية لها مواصفات، يعني أنها تستجيب لحاجة المسن بطريقة معقدة ومتطورة وإلكترونية أحيانا. ثم المؤسسات وهي تتغير. الأسرة الآن التي تحولت من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية أصبحت كالأب والأم والأطفال. أين هو المسن؟ الكل يذهب إلى العمل. ماذا يفعل المسن بعد ذلك؟ الأب يذهب إلى العمل، الأم يذهب إلى العمل، الأطفال يذهبون إلى المدرسة. أي ماذا يفعل المسن؟ إذا هذا مشكل في الدور الآن. ثم الأندية التي نشتغل فيها إلى أن يحكي أنها توفر جميع المواصفات من طرف المعلومات التي أو المهنيين أو طرف الجمعيات التي تقوم بتشغيل المفوضة أو غير ذلك. إلى أن يحكي هناك توازن بين هؤلاء لإشباع احتياجات المسن داخل هذه الفضاءات. ثم الواقع المالي والبشري إلى غير ذلك. ثم علاقة مراكز الدعم الإسلامي بالتطور الديمقراطي أن نواكب الزيادة والوتيرة للنمو والمسنين داخل المجتمعات، وخاصة أنه سبق وأن سبق أن يصعب من التقاعد الأسرة التي الآن أنا متقاعد الآن في 20 سنة وأجد أعيش أشعر أنني جد. إذن علاقة المراكز الرعاية الاجتماعية بالتطور الديمقراطي المسلم والواقع الاجتماعي. ثم هذا دور المجتمع المدني خصنا ماشي ضروري يكون عندنا مراكز، تكون عندنا جمعيات تمشي تقعد الديور، تلقوا المنازل، تبحثوا عن المسنين، تخدموا لهم خدمات. ثم انشاء اقسام للارشاد المجتمع للمسنين وقبيل على سن الشرطه، هي واش بعض الشباب الذين اقبلوا الان على هذا السن. ماذا ينتظركم؟ صحيين، عقليين، نفسيين، اجتماعيين، ماليين، لا غير ذلك. تنمية الوعي بشكل جد مشين عن طريق المدرسة، هذا هو المدرسة في توجيه الأطفال للتعامل مع المشين جدهم. أنا كنا درنا في الجمعية ديالنا ندير واحد المسابقة بالأطفال، أنا وجدي هذا حوار اسمه أنا وجدي. كيف ينظر الأطفال إلى جدهم وإلى جدتهم؟ ثم كذلك المسجد خطاب الجماعة أو غيره، ثم ندوات مثل هذه الندوة. ثم دور الإعلام والإنترنت يفتح الحوار على المسنين. وأخيرا فما أخرج المسن لمثل تلك الدراسات والأبحاث والخصائص من أجل شيخوخة سليمة تتمتع بالإنسانية والكرامة والعدالة. ثم علينا أن نجيل الشيخ
خبيثة على أن هذا الإنسان يرجع لها في حاجة إلى اهتمام إنسان ضعيف إنسان كف يعني لا ننسى أن هذا الإنسان له حقوق ما هي حقوق المسلمون يكون شريحة عامة في المجتمع اليوم من واقع حياتهم وتوفراتهم وقدرتهم على حفظ الإنسان كأمناء على صراط التقدم التاريخي وقدوة بتقديم الدور الفعال في تحديد التبادل بين الأجيال المختلفة وتيسير شبكة التنمية غيرها ثم لا بد من إشعار هذا المسلم بالكرامة للانتباه إلى أهمية توعية المجتمع عمل بضرورة بذل الجهود المشتركة لتقليل حالة اعتماد عديد من المسلمين على الآخرين حيث هذا الجانب جاءت شكاية أنه موجود ماذا سيفعل؟ كيف سيدمر ظروف حياتي الأمنية؟ ثم لا بد من حفظ العدالة الاجتماعية كما أشار الدين فيما يتعلق بالمبادئ الخاصة إذا كان الشباب يتمتعون باللياقة البدنية فإنكم أيها الشيوخ تبقى لكم اللياقة الفكرية من أجل الإبداع والإنتاج.